بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة رقم 25 من برنامج كيفية تطبيق القرآن، وهي بعنوان فهم النجوم من القرآن الكريم. فسأبين إن شاء الله في هذه الحلقة كيفية تعلم علم الفلك ووظيفة النجوم من القرآن الكريم. بالنسبة لتصميم النجوم، يقول الله عز وجل في سورة النبأ آية رقم 13، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا سراجا وهاجا، اصطلاح عظيم. فيصف الله عز وجل النجوم بأنها سراج وهاج. إذا يعلمنا هنا الحق جل وعلا تصميم جسم النجمة. السراج هو فتيل مصباح الزيت. فإذا يعلمنا الله عز وجل أن جسم النجمة يتألف من حبال محبوكة على شكل نسيج مثل فتيل مصباح الزيت. فكيف نستطيع فهم هذا الأمر؟ النجمة طبعا جسمها يتألف، هناك تفاعلات واندماجات نووية تحدث فيها، والاندماج النووي ينتج حرارة، طاقة حرارية. فجسم النجمة عبارة عن طاقة حرارية، والطاقة الحرارية يصف الله عز وجل بأنها سراج وهاج، يعني الوحدة الأساسية المؤلفة للطاقة الحرارية تتألف من حبال على شكل نسيج كما يعلمنا الله إياها الله عز وجل. فإذا جسم النجمة عبارة عن نسيج من هذه الوحدات الأساسية للطاقة الحرارية، فهذا عبارة عن جسم النجمة. و يصف الله عز وجل بأنها سراج وهاج. فإذا هذه الحبال على شكل نسيج تهتز وتنتج هذه تنتج حبال على شكل نسيج وهاج. فإذا ربطنا هذا الأمر في قول الله عز وجل الذاريات آية رقم 7، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات الحبك. فإذا يعلمنا الله عز وجل بأن مجال الطاقة الناتج من النجمة مثل الشمس هو عبارة عن حبال على شكل نسيج، عبارة عن كرة وداخلها عبارة عن حبال على شكل نسيج، وهذا هو مجال الطاقة المتولد من الشمس أو النجمة. إذا استطعنا أن نرى مجال الطاقة حول النجمة نجد بأنه حبال على شكل نسيج. نلاحظ أن وصف الله عز وجل بالسماء ذات الحبك، حبك معناها حبال على شكل نسيج. فإذا وصف الله عز وجل بأنها حبال، وظيفة الحبال هي توليد قوة شد بين جسمين. فإذا بما أن مجال طاقة النجمة عبارة عن حبال على شكل نسيج، إذا وظيفة الحبال هي توليد قوة شد على الطرفين. فإذا كان هناك جسم في مجال الطاقة للنجمة مثل الشمس على سبيل المثال، فإنه سيتأثر بقوة جذب تجذبه إلى مركز وتجذبه إلى الشمس. فإذا من هذا نستطيع فهم وظيفة النجوم الرئيسية في قول الله عز وجل الأنبياء آية رقم 33، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، استقرار عظيم. فإذا يقول الله عز وجل كل في فلك يسبحون، يعني الأجسام في السماوات تدور في أفلاك معينة وفي مسارات معينة. فإذا أخذنا على سبيل المثال الأرض حول الشمس، فالأرض تدور في فلك معين في مدار حول الشمس، وأي جسم يدور حول جسم آخر فإنه يتولد من هذا الدوران قوة طاردة مركزية تدفع الجسم إلى بعيد عن الشمس. وطاقة جاذبية النجمة هذه الحبك الحبال على شكل نسيج تجذب الأرض إلى الشمس. فالله عز وجل صمم قوة الشمس ودوران الأرض بحيث أن تكون قوة طاردة مركزية مساوية في المقدار ومعاكس الاتجاه ل قوة جذب النجمة، وبالتالي تبقى الأرض متزنة وتدور حول الشمس في اتزان. فإذا يعلمنا الله عز وجل أن الوظيفة الأساسية للنجوم حفظ أماكن الأجسام في السماوات. إذا وظيفة النجوم هي توليد قوة جذب تساوي بالمقدار وتعكس اتجاه قوة طارد المركزية للأجسام، وبالتالي تبقى الأجسام في أفلاكها متزنة. فإذا وظيفة النجوم هي حفظ أماكن الأجسام في السماوات، وظيفة رئيسية للنجوم، غير توليد طبعا الطاقة الحرارية وما إلى ذلك. فإذا هذا بالنسبة لوظيفة النجوم. الآن نستطيع فهم أمور أيضا بأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة في سورة الأنبياء آية 33، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، استقرار عظيم. فالله عز وجل علمنا بأن الشمس أيضا تدور في فلك معين، يعني نفس الشمس تدور الأجسام حولها أيضا الشمس نفسها تدور حول جسم آخر.
طيب يقول والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، يعني نفس الشمس أيضا هي تدور حول فلك معين، يعني تدور حول جسم آخر، وبالتالي ينطبق على الشمس والأجسام في المجموعة الشمسية. إذا يجب أن تكون هناك نجمة أكبر من الشمس تولد قوة جاذبية على الشمس نفسها، ودوران الشمس حولها يولد قوة طاردة مركزية. يعني دوران الشمس في فلك معين يولد قوة طاردة مركزية. يجب أن تكون هناك نجمة أكبر في مركز معين يجذب هذه الشمس إلى هذا المركز، وبالتالي تبقى الشمس مبتذلة في السماوات، يعني مثل سلسلة. النجمة الشمس تحفظ أماكن الأجسام في سمائها، ونجمة أخرى تحفظ أماكن النجوم الأخرى في أماكنهم، وسلسلة. وبالتالي إذا تفكرنا في هذا الأمر نستطيع فهم أجسام كانت يعتبر بأنها مثل لغز في الفلك، وهي الثقوب السوداء. والمعروف عن الثقوب السوداء بأنها أجسام لها جاذبية كبيرة جدا. وطبعا من فهم القرآن الكريم هي ليست يعني ثقوب سوداء، ولكن هي عبارة عن نجوم أكبر بكثير من النجمة من الشمس. وهذه النجوم يعني من القوة بمكان بأنها تصدر مجال جاذبية قوي جدا، يحافظ على تماسك كل النجوم في سمائها. يعني النجمة حجمها متناسب مع حجم الكواكب في المجموعة الشمسية. النجمة الأكبر اللي تحفظ مكان الشمس تكون أكبر منها، وبالتالي هناك نجمة أكبر وأكبر، وينتهي الأمر إلى نجوم في غاية من القوة بأنها تصدر مجال جاذبية قوي جدا يحفظ تماسك الشموس والنجوم في سماواتها. فإذا هذا هي عبارة عن تسمى بالثقوب السوداء، هي عبارة عن نجوم لها طاقة جاذبية كبيرة جدا تحفظ أماكن الأجسام الأخرى في سمائها. وهذا يرتبط بقول الله عز وجل في سورة غافر آية رقم 57، بسم الله الرحمن الرحيم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق العظيم. فهنا يبين الله عز وجل بأن خلق السماوات فيه قوة وفيه أشد من خلق الناس، يعني كل هذه الأجسام وهذه القوة أشد وأقوى من خلق الناس، وهذه تبين قدرة الله عز وجل في الخلق. فإذا نلاحظ إخواني إخواتي جمال القرآن الكريم وبحور المعرفة التي تعلمها من الكتاب، والله عز وجل علمنا كل هذه المعارف أولا بحيث أنه هذه عبارة عن آية تدل بأن القرآن الكريم هو من عند الله عز وجل وليس من وضع بشر، لأن الوحيد القادر على الإحاطة بعلم كل شيء هو الله عز وجل. ثانيا يصبح الإنسان المسلم المؤمن المعلم الآخرين وليس المتلقي الذليل. ثالثا الإنسان الغريب عن الدين يحب المعرفة، فعندما يجد أنه يتعلم كافة هذه المعارف من القرآن الكريم فسيكون ذلك سببا في انتدابه إلى كتاب الله عز وجل وهدايته إلى صراط الله المستقيم. ولمعرفة معلومات أكثر هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. الموقع مرة أخرى www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني زيادة قرآن@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.